اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. قبل ما نبدا الفيديو احب اعرفكم ان في عندي قناه تانية للكوميديا والضحك اسمها قناه فدى عضلات، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. اشتركوا وفعل زر الاشعارات عشان يجيلك اشعار بكل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. انا اللي نفسي فيه الصواريخ اللي هي مش هومينج ده، عندي 100 دي. 100 100 لا، وهتاخد سنايبر من التقيله، هي سنايبر في ليفل 90 برضه، حلو قوي. وميني جن في 120. لا حملت عادي، ممكن تكون سودا. طيب لازم تستنى البيت. لا ما خلاص، طالما بدأت في البيت بيبقى موجودة في البيت باقي المهمات. انا عارف، بس لازم تستنى يتصل بيك عشان مش هتعرف تدوس اي الا لو اتصل بيك. لا ازاي، ما خلاص طالما اتسجلت في البيت. لا ينفع على فكرة، لا ينفع. ينفع يا جماعة، انا مجرب مجرب امبارح والله. مين ماشي قدامي ده؟ نادر. يا جماعة هو اتصل. ايه ده، عربيتك افتحها لي نادر. استنى، ده مين نزلني ده؟ اهو انت فاكر نفسك حاجة؟ انا نزلت ليه؟ انا اسف، انت فاكر نفسك حاجة يعني؟ انت فاكر نفسك حاجة؟ ها؟ 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 انتوا بتعملوا ايه؟ لا ولا حاجة. نادر يا لهوي، ايه ده العربية اللي جت دي؟ فعلا بس عايز اقتل الواد ده. ده كان جاي عايز يموتني. ولا ده نازل لك بس انا. يا نهار ابيض. نادي عربية المكلارين دي بكام؟ مش فاكر، بس انا عايز اقول لك الواد اللي قتلك ده. مليونين مليونين مليونين. يا لهوي على الاسعار. يا لهوي على الاسعار. ايه ده؟ استنى بس يا عمار، عايز اقتل الواد ده. بسمع اسعار خيالية. بص يا نادر، هو مودر لا وجريء، فاكيد عملت ديبورت وخلع. انت مش مستنيك كده. انزل ثاني من الربيع يا عمار، عايز اروح اقتل الواد ده. تقتل مين؟ بقول لك مودر. يا نهار. لا لا لا، بس خليها مش باسنج، خليها ايفري ون عشان اعرف اقتل. نادر مش فاهم معنى كلمة لبسنا. انا عارف، بس هو لا ما اظنش ان هو مودر عشان هو طلع يجري مني، ما عملش تليبورت. لا المودر بيعمل كده، عايز يثبت ان هو طبيعي عشان حتى لو انت بتصور فيديو او كده بيجري. بافكر انت بتصور فيديو المودر بيعمل كده. هنشوف دلوقتي لو رحت عشان يحمي نفسه من المشكله. انا راكب عربيه نقل جميل. هو ايه الفرق بين المودر والهاكر؟ مفيش حاجه، مفيش هاكر. المودرز المودر هو الهاكر، عشان مفيش حد بيهاك في اللعبه دي، هي بس تشتري مود بتلعب بيه. انا وصلت البيت اهوت. لا مش مودر عادي. انا هقعد اقتله لحد ما نخلص. انا دخلت البيت اهوت. استنى انا عايز افكر عربيته بالمره. يا ريت، دي حاجه ريكومندد جدا على فكره. انت فاكر المهمات موجوده اهي، هنعمل السيجنال. يلا يا جماعه انضموا علي، استنوا اما تبدا. طب اديني انفايت قبل ما اقتل الواد ده كده اخر مره. ماشي. ويا جماعه سباق على مين هيدخل الاول اسرع، المفروض يبقى انا يعني مش مدري حاجه. فادي دخلت؟ لسه المهمه ما ظهرتش، انا دوست على المهمه بس لسه بتدون بتلود يعني. ماشي تمام. قتلته تاني اهو خلاص. يلا اجت اجت كونفيرم. ابعت لكم فروم كرنت سيشن. فروم كرنت سيشن. كله لا عشان في ناس مش تبعنا. تمام، بعت لكم انتوا الثلاثه لسه. نادي خلاص. ايه ده محمد؟ ايه ده انت اهو اكسبتد مصطفى على طول. اسرع واحد يدخل مهمات في اللعبه. وبعد كده نادر، وبعد كده عمار داخلها. لا ما انا قلت لك انا عايز اكسب السباق فخلاص. ايه ده، محدش موجود غير انا وفادي بس بيجوينوا التانيين. مصطفى جوين ده هوت، وعمار انفايتد. اقبل انا دوست قبل نادر اصلا بس عشان يلا داخل.
هو لسه السوشيال كلاب مش شغال في مصر؟ اه هو هو انت عايز فين تدرس؟ امريكا. انت عايش في امريكا نادر؟ اه حلو قوي. اظن ان انت عندك اسرع بقى بكتير من هنا. ياه عشان كده فرق شاسع. يلا كونفيرم بلاي. يلا يلا عشان كده اقفل المايك ثانيه واحده. ماشي ليه تقفله ليه؟ اتصل بقى لي. طب المهمة بدأت. لا ما تقلقش نلعب عادي. هتلاقيه ماسك كيبورد وماوس وموبايل كونسول. ده تفرق. ايه ده؟ المهمة دي جامدة جدا جدا جدا. انا مش فاكر. وحلوة جدا. هجيب عربية الجاكل رايدر. انا عايز لبس حلو. البس ده وخلاص. انا هشوف العربية بتاعتي بتيجي ولا لا. هفرح جدا لو بتيجي. طب شوف كده صح عشان نفسي اشوفها. للاسف مش بتيجي. ايه انا البس اللبس ده حلو قوي. ريدي تو بلاي. يلا انا جاهز. عمار ريدي. عمار ايوه ايوه انا ثواني ايوه ثانية بس ثانية استاذ عمار ايوه. اه يا جماعه هو انتوا ليه شخصياتكم كلها شريره وانا الوحيد؟ انا والله لسه تصدق بقى لسه كنت هقول. انت عايز تعنيهم كده بص بيبص كده. حاسس ان انا ابن الناس دي ان هو انا ابنكم يا جماعه رعوني شويه. العربيه دي جامده يا جدعان. انا عمال اشوف حاجات النهارده بنبهر. يا لهوي. اه غالبا دي من نفس العربيات. كل واحد جايب احسن عربيه عنده في المهمه. الله 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 ايه ده العربيه دي بتطير يا عم سريع قوي. يا لهو اقول لك حاجه. نادر 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 المايك يسمع. عفوا المايك يسمع. المايك يسمع. بقى فين سمعك يا عم؟ هي العربيه الجديده. طب استنوا حاولوا بقى. ايه ما بتجيش المهمات؟ لا ما تشتريهاش احسن او كده. طب يا جماعه اتاخر شويه عشانه ولا نعمل ايه؟ لا بص هو ممكن نروح هناك وهيجي على البال ما نوصل يعني. ماشي فيلا عشان بص لسه نركب مراكب يا فادي. مراكب يا ماشي. كل واحد هياخد مركب وحوار. لا 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 بص اقول لك على حاجه. حد طب يا جماعه بصوا انا عايز حد منكم يجي يسوق بيا العربيه دي عشان عايز اصورها من بره بالار. طيب استنى حد انت جنبي. اقف يا عمار جاي لك. انا وراك يا مصطفى. انت عمار ورايا؟ يا الله. طب اجيبك ازاي ده كده؟ ما انا وراكو. انا قريب منكم قوي. بص يا مصطفى ما تروحش عند مصطفى في الميه. بس عد عليها فكرها وتعالوا نقطه تانيه عشان اسهل. عشان نودي الراجل في العربيه. ما نوديهوش في المركب. خلاص خلاص مش مشكلة واحنا راجعين بقى. طب ما خلاص الطريقة عادية. يا ابني يا ابني يا ابني يا لا ماشي. هحاول اصدقك ولو اني مش مقتنع يا عمار عشان سمعتك. عشان ايه؟ سمعتك سابقاك. ده فادي حكى لي عنك كوارث. ليه يا راجل في ايه؟ ان انت اكتر واحد بيرازي البني ادمين في اللعبة. لا هو بيرازي فيا انا تحديدا. فاكر عمار الفيديو اللي كنت قاعد تقتلني فيه؟ اما كان معانا الجوكر وبودي. يا لهوي انا رايح فين يا جدعان؟ انا مشيت غلط. انا بجري ورا عايز يفجر دوره ويروح هناك يعني ويعمل كاتر عشان تلاقي على بس. استنوا ما تبداوش لما اجي. استنوا يا جماعه استنوني. انا جاي اهو. انا ركنت بس ركنت اهو ومستني بقى اشوف عمار ايه دماغه. اهو داخل عليكم داخل عليكم. ايه بقى عايز تعمل ايه يا عمار؟ اوف ايه الانفجار ده فين؟ ده عمار بيفجر المراكب اللي احنا المفروض نركبها. لا استنى يا لهوي بجد والله.
ما فجرها عشان عايز هو اللي عامل بالك اقول لك ليه هو يلا يلا عدي بس هاترك اهو ايه ده انا مش لاقي مخرج عدي عدي هو عايز ان احنا وراك هو عايز ان احنا نروح عربيات عشان عشان لما نيجي نرجع نرجع بعربياتنا بلاش ما نسوح وكده طب استنى يا جماعه تفكيره صح الصراحه يا برد انا اهو انا اهو انا اهو انت رحتوا فين استنى استنى انا رايح ورا عمار عمار استنى يا جماعه يا جماعه يا جماعه عشان بصور الفيديو انا اتزنقت يا فادي استنى شويه ايوه ايوه عشان بس ما جنبك انا جنبك انت ضل مكانك اهو يا لهوي طب فادي تعالى فادي خليك معايا كده اصل انتوا انتوا مش فاهمين لو انتوا عملتوا حاجه ممكن ما تطلعش في الفيديو استنى استنى انا جاي لك انت جاي لك انت شوف مكانك مين ده اللي جنبي مصطفى انزل انزل اشمعنى اركب دي انا دي 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 انت راكب جنبك حد لا مفيش نادر بص جنبك جوز ده يا راجل انا مش اخد بالي يلا 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 لا 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 يلا نادر ده كسر الازاز نادر يلا 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 يا عمار فادي ورانا اوبا بقى يا عمار بقى اوبا بقى اوبا بقى سرعات ده بص 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 اديني في السرعات انا هاجي اسبق كل وقت اديني في السرعات شوف انا اسبق كنتوا الاثنين اوبا بقى سرعات بقى انا العربيه اللي معايا اسرع منكم استنى انا معايا اسرع عربيه في اللعبه اهو اكس 80 اه سريعه اللعبه يعني مش عارف اقول لكم ايه يعني يا لهو يا له انا إيه في واحد اتشقط بره انت لوش العربيه بس باظت كويس كويس يلا انا مستني يلا انا مستنيكم يا جماعه استنوا برينا على ابو 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 يا فادي تعالى شفتني انت تعال انا جنبك عمار جنبك عمار خليك على الشمال ها خليك على الشمال ايوه اشتغل يلا بقى ودونا على هناك يا جماعه فين رايح فين تعالى تعالى ارجع استنى ما بيقول لي جو تو ذا ايلاند ماشي ماشي تعالى انا سيبك منه تعالى اهو انا اهو انا اهو استنى اخد العربيه الجيب دي تعالى تعالى ما انا عربيتي رحت فين ايوه ايوه اهو انا وراك اهو شوف شوف تعالى طب ما بيقول لي جو تو ذا ايلاند ماشي ماشي تعالى اقول لك تعالى اقول لك تعالى ما هو راح من الطريق ده حلو قوي اختار طريق مختصر وحلو قوي حلو قوي العربيه بتاعتها اتقلبت راحت في البحر باين لا 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 ده انا عمار بس ما راحتش في البحر لا ما راح لا لا ما راحتش في البحر عربيتي وقعت في البحر من شويه كنت هقول الصدفه العجيبه انا عربيتي وقعت في البحر فصلحتها وبجيبها وجايتها هو كمان كان هيطير في البحر دلوقتي ايه ده في جيت باكس قصدي في هنا بتاع ده اسمه ايه ده مش عارف اسمه ايه اسمه ايه انا جاي فيكم استنى عشان نروح يا نادر انت فين احنا وصلنا بتكلم اهلي اه انا كنت وسط جهز جهز صواريخ نادر عشان في طيارات فوق لا ما تقلقش المهمه دي سهله طب نركب البتاع دوت اه لازم نركب السي شارب انا هروح طبعا اسبقكم اوكي ماشي يلا وانا جاي معاكم انا سباق يلا سباق خلينا حاسب يا فادي لو متنا حتروح العربيات مننا لا لا ما تقلقش مش هنموت عيب عليكم عيب عليكم لما تكونوا اللي بيأدي وتقولوا نموت عيب ايه ده حد بيضرب عليا من اولها ده انا لسه داخل ايه ده انا مش عارف اطلع فوق ايه ده عايز اطلع فوق مشكله بسيطه ان دي طيارات عايز تضرب عليا ايه ده يا جماعه انتوا نزلتوا من الطريق ده من الطريق اللي تحت ده ولا نزلتوا منين يا لهوي ايه ده انا اتضرب عليا ازاي يا فادي قلت لك يا فادي راح العربيات راحت يا لهوي انا دخلت ناحيتهم انا الظاهر دخلت ناحيتهم بس يبقى اقف جنبي بس هو المفروض اقف من الناحيه الثانيه مش بس طبعا العربيات كده خلاص مش هترجع تاني مش هنعرف نعمل ديليفر حتى ليها مش هنرجع مش هترجع تاني لا امال هنقطع عم في مراكب على فكره هناك
وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني ان اطور المحتوى بتاعي عشان القناة بتاعتي تكبر اسرع واسرع. وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجاية لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.